حوالين الخط بتاع الحدود مع لبنان. دول مع بدء المعركة اللي تمت، نتنياهو سحب الناس دول حوالي 40,000 وداهم عايشهم جوه اسرائيل. فدي احد المشاكل اللي موجودة النهاردة في اسرائيل. وخلي بالك لما نيجي بقى في نهاية الكلام بتاعنا، نتنياهو يقول هرجع الناس دي بكرة. خلي بالك عشان ايه اما نرجع لها تبقى انا قصدت دي النهاردة. وقصادهم الناحية التانية في القرى اللبنانية اللي باللون الاصفر دول 16. نعم. دول اللي عايش فيهم مين؟ حزب الله. طيب نشوف الصورة التانية. انا بحاول اشرح للناس اللي بتسمع، الجنوب اللبناني ده فين؟ الصورة التانية بتقول لنا ادي لبنان. اللي بالاحمر ده في حاجة اسمها حدوده فوق نهر الليطاني. الليطاني. الجنوب اللبناني ده عايش فيه حزب الله. يعني مسيطر عليه. بلده بتاعته. خلاص. ونهر الليطاني ده فوق بيربطه مع لبنان، وطبعا في قرار امم المتحدة واسرائيل عايزة ترجع حزب الله الى ما فوق الجبل. نبص بقى على الاهداف اللي مفروض النهاردة حزب الله قال ان هو ضربها. ب 340 صاروخ. تمام. زائد المسيرات. حزب الله عمل حاجة كويسة النهاردة. عملتها على فكرة حماس. انه داخل الاول بالصواريخ دي عشان القبة الحديدية تتشغل. وراح مدخل المسيرات الى اهدافها. انما النتائج ايه؟ المهم اللي قدامنا ان هو ضرب ب 340 صاروخ. تمام. كاتيوشا. عشان يخصف 11 موقع قدامنا. انما زي ما انت قلت النتائج ايه؟ عسكري اسرائيلي اتعور في قارب في البحر. خلاص. انما هو خمسة في البحر اصيبوا، واحد بره مات. واحد بره مات. هم دول النهارده الخسائر. وحزب الله مات عنده 3 ومزرعة فراخ. يعني تمام. فقصاد كده طبعا هو ضرب بقى، كانت الاهداف اللي هو حاططها بالنسبه له اهم حاجه بتاع مبنى الموساد. وبعدين هنا ما ضربش ليه مبنى الموساد؟ ما هو كله ده اتضرب بقى، ما انت عارف اتضرب فين؟ اتفضل يا فندم. ما اتضربش، ما فيش حاجه. هو بيقول ان احنا كان هدف له اللي اتضرب، ما انت عارف زي ما انت قلت في طب اتفضل يا فندم اشرح لي يا فندم. فهو طبعا كل الكلام ده اتضرب على اساس القبه الحديديه ضربت كل الكلام ده والصواريخ، ولم يحدث زي ما قلت ضرب، لان هو كان مركز على اهم حاجه اللي هو الموساد. وبعدين المركز بتاع اللي هو 8200 8200 ده حقيقي من اهم الاهداف العسكريه في اسرائيل، لان ده اللي نقول ايه، مركز الكتروني شوشره بيتصنت على كل الشائعات يا فندم. بس الشائعات. وبعدين حتى طب ما ضربوش ليه كمان ده؟ ما قال انه كان، ما هو اذا هو من ضمن الاهداف. ايوه ما هو من ضمن الاهداف بقى اتعور اتضرب، لكن هو الاهداف. في كمان ميرون اللي في النص ده، ميرون ده اللي هو اعلى جبل في اسرائيل في الاتجاه الشمال. وده اللي فيه القياده اللي بتسيطر على كل القوات الجويه. انت فاكر جبل ام خشيب لما ضربناه في 73؟ ده عامل زيه. انما ما طب هو ضربوا يعني ميرون النهارده؟ بيقولوا انهم ضربوا يعني احد الاهداف. يعني هنا المنطقه دي العسكريه دي اتدمرت والناس اللي فيها ماتوا والمعدات وكده؟ لا 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 طبعا خلاص. انما انا بس عايز افهم بس يا احمد، هم ما هو الوقت، ما انا يا فندم بسال حاجه يا فندم وحاجه تشرح لي. اتفضل يا فندم. هو بيقول انهم ضربوها كويس، ولكن اللي حصل ان اسرائيل طبعا بالضربه الاستباقيه زائد القبه الحديديه اتضربت 340 صاروخ ووقعوهم ووقعوهم هم والمسيرات. تمام. نشوف بقى الصوره الثانيه بتقول لنا برضو الاهداف اللي كانت حطاها حزب الله طبقا اللي هي كانت رسمينها اللي هم ال 11 هدف. ادي قدامنا 4. انا مش عايزين نغرس في الكلام ده عشان مش ده المهم. الصوره الثانيه الاربعه التانيين. خلاص انا حطيت 8 صور من ال 11 هدف اللي هم عملتهم اسرائيل. تعال نبص بقى للكلام ده. النتيجه ايه؟ زي ما قلنا، حد يصدق 340 صاروخ ضربت مسيره في النهايه الاقي ده؟ فده معنى كده ان يعني النهارده زي ما قلت في الاخر ان حسن نصر الله هينام بالليل وفرحان ان هو انتقم زي ما وجهه نظره يعني لفؤاد شكر. طيب خلاص معلش يا فندم دلوقتي مفيش فيديو. يعني انا من الناس اللي كنت منتظر
بالظبط حسن نصر الله النهارده وهو بيتكلم يقول لي انا اهو ادي الفيديو قدامك اتفضل كلامك. اسرائيل ما كشفتش، انا بقول لك عملنا لا لا ما لا لقينا فيديو ولا صوره حتى، ولا فيديو ولا صوره ولا اي حاجه. خلاص، وانت فاكر انا طلعت معاك مره من شهر قبل كده برضه ايام حسن، قلت لك مش هيضرب حضرتك وفاكر. لا يا فندم ها في يناير في يناير تمام طب احنا بقى انا عايز اربط الاحداث ببعضيها بقى.